نعم بارك الله فيك شيخنا. طيب ما ضوابط أن يخرج الرجل من السنة؟ يخرج الرجل من السنة بدعة، إذا انتهى بدعة وأقيمت عليه الحجة فلا يخرج من السنة. نعم. مجرد أن ينشر بدعة أو يتكلم بها أو يفعلها ثم يدعى إلى السنة والعبة ويعتن ما هي البدعة، هذه البدعة تخرجه من السنة، فكيف لو اجتمعت يعني عدة وعدة بدعة؟ نعم جزاك الله خير شيخنا. طيب كثير من الشباب يخوضون بمسألة التكفير والتبديع. السؤال السابق نعم يعني البدع المتفق عليها. نعم البدع المتفق عليها ليست البدع المختلف فيها، لأن بعض العلماء قد تبدع في شيء والآخر لا يبدع في هذا الشيء. لكن نحن نقول البدع المتفق عليها إذا سلمها الرجل ودفع عنها ونشرها ودعا لها بعد دعوته ومضوا عنها فإنه يعني قلب بسجاعي وبدعية نعم. جزاك الله خير شيخ.